تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد، إنهم يهينون الديمقراطية. الديمقراطية في الغرب على مزاياها الكبيرة جدا ودورها الحقيقي في تطوير المجتمعات والدولة في الغرب، إلا إن بعض عيوب الديمقراطية الشديدة بدأت تبان وتزيد جدا، وللأسف إن هذه العيوب بتكون على حساب الشعوب الأخرى. فأنت بتهتم بالديمقراطية وأصوات الناخبين وصناديق الانتخابات داخل البلد، وحريص على إنك تفوز في الانتخابات، لكن ده ممكن يكون على حساب شعوب وعلى حساب دول ومصائر ملايين الناس خارج البلد. أمريكا النموذج الأشهر لذلك. فتبقى الانتخابات داخلية، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، والمرشح الجمهوري هو بينافس المرشح الديمقراطي، ممكن يسحق دولة أو دولتين أو ثلاثة، ممكن يدمر شعب أو اثنين أو ثلاثة، ممكن يلحق الأذى الاقتصادي أو السياسي أو العسكري بمنطقة أو أكثر، علشان خاطر فقط يفوز في الانتخابات. الرئيس بايدن موقفه من الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة هو نموذج لهذا العيب والخلل في النظرية الديمقراطية. الرئيس بايدن منذ البداية خد موقف لصالح الإبادة الجماعية، موقف لصالح العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وهو اللي روج كلام من نوع إن الفلسطينيين أو إن حركة حماس قتلت الرضع، وقال إن هو شاف عائلات بيتم إلقاء الكيروسين عليها الجاز ولعوا فيها، وقال كلام لم يحدث نهائيا. وقف ضد كل المحاولات في مجلس الأمن علشان يتم وقف إطلاق النار، وقعد كده شهور لغاية ما حصلت أكبر إبادة جماعية منذ الحرب العالمية الثانية، جريمة إنسانية بكل المعاني. ولكن لقينا الرئيس بايدن بدأ ياخد خطوات إلى الوراء قليلا، فالبعض ممكن يعتبرها صحو الضمير إن الرئيس استفاق على إنه أكثر من 100,000 فلسطيني ما بين شهيد وجريح ومفقود، وأغلب الشهداء من النساء والأطفال، وإن المباني في أماكن كتيرة جدا سويت بالأرض. ممكن يكون الرئيس أفاق ضميريا في البيت الأبيض على ما حدث، لكن التفسير المنطقي مش إفاق الضمير، إنما التفسير المنطقي هو الخوف من أصوات الناخبين، إفاقة انتخابية. بدأ يدرك إن في ولاية ميتشيغان الأمريكية الأصوات هتروح للرئيس ترامب الرئيس السابق أو المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية. الأصوات هتروح لترامب في ميتشيغان، وبالتالي فرصة خسارة الرئيس بايدن فرصة كبيرة إذا خسر ميتشيغان. إزاي يلم الأصوات اللي في ميتشيغان؟ في كتير عرب ومسلمين، والعرب والمسلمين ممكن يكونوا حاسمين في ترجيح هذه الولاية لبايدن أو ترامب. فلما أفاق الرئيس الأمريكي انتخابيا لا ضميريا، قال طب خلاص نحاول نلحق ميتشيغان ونلحق العرب والمسلمين بدل ما يروح يدوا الرئيس ترامب. ورغم أن الرئيس السابق ترامب موقفه مش هيكون أفضل ولا حاجة، وموقفه زي الرئيس بايدن وأشد، فالناس مش عارفة تروح منين لفين، ولو سابت بايدن هتروح لترامب، والاتنين نفس المواقف من هذه الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة. إنما ممكن بما إن الاتنين نفس الموقف، فمكايدة ونكاية في الرئيس بايدن يروحوا يدوا لدونالد ترامب. بدأ يخاف بايدن من اتجاه المسلمين والعرب في ميتشيغان إنهم يصوتوا للحزب الجمهوري ويصوتوا لترامب، فلابد يلحق الولاية دي قبل ما يخسر الانتخابات نتيجة الصوت العربي والإسلامي. يلحقها ازاي؟ بدأت بقى المناورات بقى اللي واحدة هنجمد
أسلحة مش هنبعتها لإسرائيل دلوقتي بعد كل الأسلحة اللي راحت؟ هو بس هيجمد شوية من بين الأسلحة الكتير جدا اللي راحت وهتروح لإسرائيل. وهو عارف كويس جدا إن بعد ما يعمل ده الكونجرس الأمريكي هيوافق على إرسال هذا السلاح لإسرائيل. ياخد هو الشكل في إنه خد موقف تجاه الإبادة الجماعية، لكن في الواقع الكونجرس هيلغي هذا الكلام وهيودي الأسلحة إلى إسرائيل. هو أرضى إسرائيل لأن الأسلحة هتروح، وحاول يرضي العرب والمسلمين إن أنا حاولت إن أوقف الأسلحة المتوجهة إلى إسرائيل. وكل شوية نلاقي تصريح من نوع إنه إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية بالمخالفة للقانون الدولي. يعني كل شوية دي جملة أو عبارة موجهة للعرب والمسلمين في أمريكا ولا سيما في ولاية ميتشيغان. إذن الهدف الرئيسي الانتخابات، مش إن العرب والمسلمين اتكلموا معاه فحصل حس أخلاقي فرجع أخلاقيا لما شاف صور أخرى أو عرف معلومات جديدة، هو عارف كل المعلومات. إنما الموضوع إن هيخسر صناديق انتخابات، مش مهم صناديق الشهداء والموتى، لا مش مهم، المهم صناديق الانتخابات ما يخسرهاش. وبالتالي خد الموقف اللي فيه درجة من المناورة التي تبدو تراجعا عن الموقف تجاه إسرائيل. برضه لما عرف إنه في أمريكان من أصول إيرانية هيكونوا مؤثرين جدا في الانتخابات، فلابد إنهم يخشوا في صدام كبير مع إيران، سواء قبل موت الرئيس إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني في حادث الطائرة أو بعد ذلك. إنه في كل الأحوال مش لازم أبدا يخسر اللوبي الإيراني في أمريكا، وبالتالي ممكن يهدي مع إيران مش في إطار أي رؤية للاستقرار في المنطقة أو أي رؤية أخرى، إنما الرؤية الوحيدة هي أصوات الناخبين الآن اللي هم من أصول إيرانية في أمريكا. يعني الموضوع سواء عرب ومسلمين، سواء من أصول هندية باكستانية عربية إيرانية تركية، الحسابات كلها حسابات انتخابية. وحصل قبل كده إنه لما اعترف الرئيس ترومان هاري ترومان بإسرائيل، ولما اتكلم الناس معاه إن أنت إزاي تعترف بإسرائيل، دي اغتصبت أراضي وحصلت كذا وكذا والعصابات الصهيونية عملت وعملت، فهو قال أنا عندي هنا أصوات لليهود ما عنديش أصوات للعرب أو المسلمين. الكلام ده سنة 48. فده معناه من الرئيس ترومان إلى الرئيس بايدن نفس النهج، إن الأصوات الانتخابية أهم. لو الانتخابات هتخسرنا هنخسر الانتخابات عشان حرب في فيتنام، نوقف الحرب في فيتنام، لكن لو مش هنخسر في الانتخابات نكمل الدمار والقتل والإبادة في فيتنام. لو صناديق الانتخابات خسرنا الحرب، لو دخلنا في العراق أفغانستان في أي مكان في العالم، أو قمنا بدعم انقلابات في أمريكا اللاتينية، أو دخلنا في هايتي أو غيرها، حسب. إذا ده الانتخابات هنخسرها مش هنعمل ده. لو مش هنأثر في الانتخابات أو ممكن يكون تأثيرها إيجابي نقتل ونبيد. المهم في النهاية صندوق الانتخابات هو الأهم. إنما البشر، حقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، ميثاق الأمم المتحدة، كل ده لا أهمية له. وزي ما قال مارك ميلي رئيس الأركان الأمريكي السابق، اتكلمنا عنه قبل كده، لما احنا بنلوم إسرائيل على اللي حصل في غزة، لكن احنا كمان ارتكبنا جرائم كبيرة في حق العالم. واتكلم على اللي حصل سواء في سوريا او العراق تجاه مدنيين من الجيش الامريكي، ده مارك ميلي اللي بيتكلم. واتكلم ايضا عن اللي حصل في دولة زي اليابان في الحرب العالمية الثانية، ان مش بس هيروشيما وناجازاكي وانما كمان 69 مدينة يابانية تم تدميرها. اللي عايز اقول حضراتكم إن النظرية الديمقراطية بقت تواجه تحدي كبير جدا، لأنه لا تنسجم الديمقراطية الغربية بالضرورة
مع الجوانب الأخلاقية. بالعكس، مخالفة الأخلاق والقانون الدولي قد يكون في مصلحة العملية الانتخابية، وده اللي احنا شايفينه من بعض الدوائر اليمينية المتطرفة في أوروبا اللي بتهاجم عرب ومسلمين وياخدوا مواقف قاسية جدا من أجل أصوات صناديق انتخابية داخل أوروبا. فالنظرية الديمقراطية، الأطروحة الديمقراطية عندها تحديات كبيرة جدا، لأنك بتعمل الديمقراطية وبتصل عبر صناديق الانتخابات وعبر أصوات الناخبين، لكن عبر جثث الآخرين ودماء الآخرين وأحزان الآخرين وابتلاع ثروات الآخرين وإبادة جماعية لآخرين وتدمير دول لآخرين. أنت مش مهم تعمله في العالم، إنما المهم عندك الانتخابات. فأنت فيما تبدو أخلاقيا وحداثيا وديمقراطيا في الداخل وبتخضع لصندوق الانتخابات وأصوات الناخبين، لكن أنت في الواقع كل ده بيكون على حساب دول أخرى وشعوب أخرى. هل ينفع نسمي دي ديمقراطية أخلاقية؟ إن أنت بتطبق ديمقراطية في الداخل علشان خاطر إن أنت تصل للسلطة أو تبقى فيها، لكن ده كله على حساب الآخرين. نهب ثروات من الذهب إلى اليورانيوم، من النفط إلى الغاز، من الفحم إلى غيره، احتلال دول، تدمير مدن، صراع حضارات، صراع أديان، تخريب مناطق بالكامل، مؤامرات على استقرار الدول، محاولة تحطيم الجيوش الوطنية في دول أخرى، كل ده من أجل الانتخابات والديمقراطية. فالديمقراطية الليبرالية ممكن تكون في أوقات كتيرة ديمقراطية غير أخلاقية. في ديمقراطية لكن ما فيش أخلاقية، في صناديق انتخابات لكن في صناديق موتى في الجانب الآخر، في أصوات بحرية كاملة بتعطى في الصناديق لكن كمان في دماء بتراق في أماكن أخرى، في نقاش حقيقي وجاد في الاقتصاد وانت داخل المنافسة الانتخابية والنظرات الانتخابية، لكن في نهب وسرقة لشعوب أخرى ونهب لموارد أخرى وتدمير إمكانيات اقتصادية لدول أخرى. فالديمقراطية لهم والدماء للآخرين، الديمقراطية لهم والنهب من الآخرين، الديمقراطية لهم والسرقة والتخريب والتدمير لآخرين. هل ممكن تكون الأطروحة الديمقراطية كده وبس؟ نكتفي علماء السياسة والباحثين والمنظرين يعتبروا النظرية الديمقراطية كده كافية، ولا فيها خلل جوهري كبير جدا إنها ديمقراطية خاصة بالبعض ومدمرة للبعض الآخر، وإنك مش عارف تبني هذه الديمقراطية ولا هذه المنافسات الانتخابية إلا على حساب الآخرين؟ حرب غزة 2023-2024 نموذج لذلك. إن أنت لأسباب انتخابية في أمريكا، الرئيس بايدن كل سياساته المهم الانتخابات، تباد غزة المهم الانتخابات، لما بقى فيه خطر نرجع سنة عشان الانتخابات. فالموضوع كله موضوع داخلي، انتخابات أمريكية ولكنها تؤثر على العالم ككل. ولما توسع الدايرة الموقف من الصين هو بالأساس معركة انتخابية، في أسباب موضوعية للصراع والمنافسة بلا شك، إنما التصعيد عدم التصعيد، العالم على حافة الهاوية أو يرجع خطوة مع روسيا ومع الصين، هو متعلق بانتخابات داخلية. إن الرئيس ترامب في سكة والرئيس بايدن في سكة، وإن كل هذا الصراع ممكن كان يكون أخف كتير وأكثر عقلانية وأكثر هدوءا لو ما فيش انتخابات، إنما الانتخابات هي اللي بتخلي كل طرف يزاد على الآخر علشان خاطر ياخد الموقف من الصين أو من روسيا أو الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي وقعت في غزة. النظرية الديمقراطية في خطر، والأطروحة الديمقراطية في خطر، والأخلاق الديمقراطية بين قوسين في خطر كبير جدا، لأن في ناس شايفة أن لها الحرية والديمقراطية والصناديق والانتخابات، والآخرين
لهم الموت أو القتل أو الاحتلال أو التدمير أو ترقيع الاقتصاد أو الإضرار بالعملات الوطنية أو تحدي الجيوش الوطنية. كل ده يحصل من أجل الانتخابات في الداخل، مش مهم العالم كله ينتهي إلى ماذا، المهم إن احنا يكون عندنا ديمقراطية جيدة في أمريكا. إما أمريكا وإما العالم في هذا الموضوع الديمقراطي. وطبعا دي معادلة غير مقبولة، أمريكا والعالم، تعيش أمريكا ويعيش العالم، تنجح أمريكا وينجح العالم، يبقى عندها ديمقراطية في أمريكا وكمان يكون فيه إمكانيات ديمقراطية واقتصادية وأمنية في كل العالم. إنما المعادلة الصفرية، إما انتخابات هنا وتخريب هنا، فده أمر صعب للغاية. عشان كده نظرية الديمقراطية كلها في خطر وفي منحنى شديد الخطورة، وتحتاج إلى مراجعة نظرية وفكرية عميقة. الحرب الإسرائيلية الإجرامية على الشعب الفلسطيني في غزة، متابعين كل مراحلها، شايفين مآسيها المتتالية، والابتعاد عن الجانب الأخلاقي والقانوني الإنساني على الرغم من قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ومحاكمته بالتهم المنسوبة إليه في هذا الإطار. على الرغم من كل هذه التطورات، إسرائيل مضت على مدى أيام طويلة وأسابيع طويلة، شهور طويلة، في إبادة جماعية وتهجير قسري لم يتوقف. موقف مصر منذ اللحظة الأولى وإلى الآن هو أنه يجب وقف الدماء تماما، ويجب إعادة اللاجئين إلى أماكنهم. والرئيس السيسي قال يجب أن نصل إلى إقامة دولة فلسطينية على أراضي 4 يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية، وتكون هذه الدولة بحسب الرئيس كاملة العضوية في الأمم المتحدة. الدولة الفلسطينية قادمة، شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال. وفاصل ونكمل. اثنين، لا مصارعة ثيران في أسبانيا بعد اليوم. حضراتكم عارفين الرياضة الشهيرة جدا الاحتفالية اللي بنلاقي ناس كتيرة حاضرة وبعض السياح بيحبوا يحضروها، الرياضة العنيفة جدا أو المهرجان العنيف جدا مصارعة الثيران. مصارعة الثيران مش موجودة بس في أسبانيا، كمان في البرتغال، في فرنسا، دول كتيرة في أمريكا الجنوبية. اللي هو المصارع بيكون ماسك كده قماشة حمراء وبعدين بيتحرك بيها من أجل إثارة الثور ومن أجل إن هو يفقد صوابه، ويقعد بقى المهارة إن إزاي يقدر يحرك بقى القماشة الحمراء ويستفزه بشكل كبير جدا، ويعمل بقى مراوغات كتيرة ويطول مدى هذه المراوغات ومدى هذه الإثارة للثور اللي هو بيكون في حالة غضب شديد جدا جدا. فلما يثير غضب الثور عند أعلى مستوى ياخد السيف ويقتل هذا الثور، فبينتهي الأمر بدم وقتل. الرياضة دي رياضة قديمة، البعض بيقول من أيام الأندلس، البعض بيقول قبل الأندلس وبقيت بعد ذلك، لما في كل الأحوال في القرن 19 أصبحت يعني رياضة بترعاها الدولة موجودة بشكل كبير جدا كما نراها اليوم. لكن 2024 ولأول مرة منذ مئات السنين الدولة الأسبانية توقف هذه الرياضة. وزارة الثقافة في أسبانيا قالت خلاص ما فيش مصارعة ثيران بعد اليوم. المسابقة أصلا الفائز بياخد 32,000 دولار الجائزة بتاعته. ففي اختلاف في أسبانيا، اليسار واليمين. اليمين بيقول إن احنا نحافظ على هذه الرياضة، مصارعة الثيران في ألمانيا جزء من هويتنا وجزء من ثقافتنا وجزء من تقاليدنا وتاريخنا، فلابد نحافظ على مصارعة الثيران. اليسار بيقول لا، ده شيء غير أخلاقي، يعني ايه في الآخر تقتل الثور؟ وبعدين دلوقتي في جمعيات حقوق الحيوان عاملة ضغوط، وأسبانيا بثقافتها وقيمها الجديدة
لا ينبغي أن تسمح بأنك تقتل ثور بعد إثارة غضبه بهذه الطريقة والناس تسقف. مش هندفع من فلوس دافعي الضرائب فلوس عشان خاطر اللي فازوا وقتلوا الثيران، فلابد أن نوقف ذلك. أيضا اليسار بيقول في ناس كتيرة ماتت من البشر أثناء هذه المصارعة، وإنه في فترة تمتد لأقل من 100 عام قتل أكثر من 500 أسباني وهم بداخلين مصارعة الثيران، لأنه المفروض في الآخر يقدر يتمكن بضربة سيف قاتلة من قتل الثور. لكن في أوقات كتيرة بيتمكن الثور من قتل الإنسان اللي قدامه أو قتل المصارع اللي قدامه، ومات أكثر من 500 على مدى سنوات، إنما على مدى من أول الرياضة إلى الآن أعداد أكبر بكثير، مئات قتلوا في هذه الرياضة العنيفة. علشان كده المملكة الأسبانية فكرت إن هي توقف هذا الأمر، وبدأ الأمر الأول من جزر الكناريا اللي هي الأسبانية، وقفت مصارعة التيران. بعد كده في برشلونة إقليم كاتالونيا وقفوا الموضوع، ثم القرار بقى النهائي والحاسم، وزارة الثقافة الأسبانية ألغت هذه الرياضة السنوية على كل أسبانيا، إن ما فيش مصارعة ثيران بعد اليوم. إذن اللي كان موجود عبر مئات السنين هذه الرياضة العنيفة، المهرجان العنيف اللي قتل فيه كتير جدا من الثيران وقتل فيه كتير جدا من المصارعين، وبدأ حتى الأجيال الجديدة في أسبانيا الشباب يبقى أقل حفاوة بمثل هذه الرياضات العنيفة، وبدأت حتى المدرجات تخف لما بيعملوا هذه المسابقات. لكن لأسباب أخلاقية بالأساس وحقوقية بالأساس قامت الحكومة الأسبانية ولأول مرة بوقف مصارعة الثيران في أسبانيا. لا مصارعة للثيران في أسبانيا ولا جوائز بعد اليوم. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.